عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحبك الله، فإذا أحببته، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ما معنى ذلك؟ كما تعلمون وأنتم كلكم طلبة علم، أي حافظ سمعه، وحافظ بصره، وحافظ يده، وحافظ رجله، فصار محفورا من الله سبحانه وتعالى، لا تناله آفة ولا يناله ضرر. المحبة بين الناس لا بد أن تكون، تحب أخاك المسلم حبا يكون من أثره أنهم إذا تحاب المسلمون كانت لهم القوة، كانت لهم من الله الرحمة، كانت لهم من الله المعونة منه عز وجل. ولذا شرع الله سبحانه وتعالى كثيرا من الأحكام وكثيرا من الآداب التي يكون بها وتنشأ عنها المحبة. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. لماذا؟ لأن الناس يجتمعون فيها، يلتقون فيها، يرى كل واحد منهم أخاه، يبتسم في وجه أخيه، يصافح أخاه، ينظر إلى حال أخيه، يكون بينهم التأسيس على الأخوة الإسلامية. شرع السلام، إذا لقيت أخاك أن تسلم عليه، ويجب عليك إذا سلم عليك أن ترد عليه السلام، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. شيء عجيب، إذا نظرت إلى مقاصد التشريع في مثل هذه الأمور لنظرت أنها كلها أنها كلها تدور حول إيجاد المحبة بين الناس. المحبة تكون بين الجيران، المحبة تكون بين الزوج والزوجة، المحبة تكون بين الإخوان، وهكذا. وهذه المحبة تكون لها ثمار عظيمة في الدنيا، وتكون لها ثمار للمتحابين في الله يوم الدين. يكون المتحابون في الله يوم الدين على منابر من نور، ينظر إليهم الناس، هل هؤلاء أنبياء؟ هل هؤلاء رسل؟ لا، من هم؟ المتحابون في الله. ويغبط أهل الحب في الله، إذ لهم منابر حول العرش أهل النبوة، أي يغبطهم أهل النبوة. وآية كون الحب في الله، ما العلامة على أن الحب يكون لله؟ وآية كون الحب في الله أن يرى لمرضاته كل اجتماع وفرقة. فإن كان للدنيا على مقتضى الهوى فلا حب، لا حب الهوى والدنية. المحبة التي تكون للمصالح لا تدوم إلا بدوامها قيام هذه المصالح، وإذا انتهت هذه المصالح كما عليه الناس في الدنيا لا يتعارفون. أما المحبة في الله كما قال الإمام علي رضي الله تعالى عنه: إن أخاك الصدق الذي يحبك، إن أخاك الصدق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيه شمله ليجمعك. شيء لا يوجد الآن إلا عند المسلمين وعند قليل منهم. نحن في هذه المجالس بارك الله فيكم، أمتع الله سبحانه وتعالى المتعة في عز ورفعة بمؤسس هذه المدرسة، بهذه المدرسة المجاهدية، ومتع به حبيبنا وشيخنا
الشيخ ملا برهان حفظه الله وبارك في أولاده وأعوانه وتلاميذه وأصحابه والسادة العلماء الذين هم عن الميسرة والميسرة والميمنة، الله يحفظهم ويتولاهم ويزيدهم فضل ويزيدهم علم ويطيل أعمارهم، يمتعنا بهم ويكرمنا إن شاء الله بما أكرم به الصالحين من عباده، ويجعلنا من أهل العلم ومن أهل العمل ومن أهل الإخلاص لله سبحانه وتعالى. علمنا يا ربي ما جهلنا، وارزقنا العمل بما علمنا، وارزقنا الإخلاص فيما عملنا، وتقبل يا مولانا ذاك منا. أدم هذه المدرسة، وأدم أصناءها من المدارس وأخواتها من المدارس، وأدم لها السعادة، وأدم لطلبتها التوفيق، وأعطيهم الفهم وأعطيهم العلم وأعطيهم العمل مع العلم، واجعلهم متحابين فيك متعاونين على ما يرضيك يا رب العالمين. احفظ بلاد تركيا وأيدها وساعدها وانصرها وأغنها وأكرمها وألب بين أهلها يا رب العالمين، واكفها شر الأعداء شر الأشرار شجر الكفار شر طوارق الليل وعثرات النهار يا رب العالمين. اجعل الناس متحابين والمسلمين أجمعين يا رب العالمين، واحفظ بلاد الحرمين الشريفين، واحفظ بلاد الشام وبلاد اليمن وبلاد المشرق وبلاد المغرب والعراق والشام وكل البلدان يا رب العالمين التي ينشر فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. اجمعها على خير وأل بينها وبين أهلها خير، أجر لهم يا رب العالمين أرزاقهم وأصلح أخلاقهم، جعلنا يا رب العالمين من العائدين الفائزين الحائزين لخيرات الدنيا والدين في هذه الذكرى المباركة، ذكرى ميلاد رسول الله وذكرى بعثة رسول الله وذكرى إرسال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، العفو منكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وآخرتي. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك وارزقنا برحمتك حسن الخاتمة. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا في إيماننا، اللهم احفظنا في إيماننا، اللهم احفظنا في إيماننا وفي قلوبنا وأنفسنا وأحوالنا وأحبابنا وطلابنا وأولادنا وفي جميع المسلمين. اللهم احفظنا في حركاتنا وسكناتنا وأفعالنا وأقوالنا، وارزقنا الإخلاص في جميع أمورنا، وصحح نياتنا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا طرفة عين. اللهم خذنا منا إليك وأغنى بك عمن سواك، وأذقنا حلاوة طاعتك واجعل حجابا بيننا وبين معاصيك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم بغض إلينا الدنيا وبغض إلينا ما يقربنا منها، وحبب إلينا الآخرة وحبب إلينا ما يقربنا منها يا رب العالمين. اللهم لا تخطئ ألطافك عنا، اللهم لا تخطئ ألطافك عنا،
اللهم لا تخطأ ألطافك عنا، اللهم اجعل روح سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم راضية عنا، اللهم اجعل روح سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم راضية عنا، اللهم اجعل روح سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم راضية عنا، اللهم كن وجهتنا في كل وجهة، ومقصدنا في كل قصد، وغايتنا في كل سعي، وملجأنا ومنادنا في كل شدة وهم، وملجأنا وملاذنا في كل شدة وهم، وملجأنا وملاذنا في كل شدة وهم، ووكيلنا في كل أمر، وتولنا تولي محبة، وأتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم أنلنا مطالبنا، وبلغنا مقاصدنا، ويسر أمورنا، وفرج كروبنا، واستر عيوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا صلاحا ونجاحا وفلاحا وحضورا وحبورا وسرورا وأمنا وإيمانا واطمئنانا. اللهم طهر القلوب، اللهم طهر القلوب، اللهم طهر القلوب، وأزل الريوب، وفرج الكروب، واستر العيوب، واغفر الذنوب، وأذن المطلوب، ويسر المرغوب، وعسر المرهوب يا علام الغيوب يا رب العالمين. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا، وقلبا خاشعا، وعلما نافعا، ورزقا طيبا واسعا، وشفاء من كل داء، وشفاء من كل داء، وشفاء من كل داء. اللهم إني أسألك صحة في تقوى، وطول عمر في حسن عمل، ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه. اللهم بحق الحسن وأخيه وجدي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأبيه وأمي وبنيه، نجنا من الهم الذي نحن فيه، نجنا من الهم الذي نحن فيه، نجنا من الهم الذي نحن فيه، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نسألك أن تحيي قلوبنا بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم افتح عنا فتوح العارفين، وحلنا بكل ما يدين، وقينا عن كل ما يشين. اللهم هبنا كل خير، وصلنا عن كل ضير. اللهم اجعلنا وأحبابنا وطلابنا وأولادنا وأصحاب الحوق علينا، ومن لو رغبة في دعائنا اجعلهم كلهم يا رباه في حرز حصين، من شر الخائنين، من شر الحاسدين، من شر العائنين، من شر الماكرين، من شر الباغين، من شر الشياطين، الإنس والجن أجمعين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا محبة الصالحين، وافض عنا بركات الصالحين، ولا تقطع عنا مدى الصالحين، واجمعنا بالصالحين، وانفعنا بالصالحين، واجعلنا من محبي ومحبوب الصالحين، واجعل لنا مودعا في قلوب الصالحين، واحشرنا في ذمة الصالحين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصرهم وأيدهم وساعدهم وألف بين قلوبهم ووحد كلماتهم وشتت الشمل عليهم الكافرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى نية القبول وحصول المأمول. الفاتحة. على الدين